مرحبا بك زميلة سهام، مرحبا بضيوفك الكرام وبكل المشاهدين هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. لا حديث الا عن المباراه النهائيه واياب الدور اكيد النهائي لدوري ابطال افريقيا بين ممثل الكره المغربيه فريق الوداد الرياضي البيضاوي الذي سينازل فريق الاهلي المصري. يمكن نقول انه ساعات وكل الجماهير تتوافد على المركب الرياضي محمد الخامس. تنظيم جيد، الكل اكيد اللي عنده بطاقه ديالو عنده التذكره ديالو. فالان الولوج للمركب الرياضي محمد الخامس يعني كنقول بانه بسلاسه وكذلك تنظيم محكم. معايا العديد من الجماهير ديال فريق الوداد الجمهور المغربي للكل الان لانه كنعرفوا بانه ممثل الكره المغربيه. كيفاش تشوف المباراه ديال اليوم وفريق الوداد اللي يفوز باللقب؟ والصراحه هذه الاجواء تتفكرنا في نهائي الموسم اللي فات، وكنتمناو ان شاء الله فرحان نعاودو نكرروا هذا الموسم. وكنا امال وفريق الوداد راه الجماهير ديالو الوفيه ديما وراه، وغنساعدوا الفرقه ديالنا ان شاء الله باش نعاودو نكرروا الفرحه ونعاودو نخليوا هذا خاصنا تمشي من عندنا. وان شاء الله الله ييسر علينا باذن الله بالقميص ديال الوداد بالقميص ديال المغربي، وهذا هو المهم. لان بالفعل انا كيمثل فريق الوداد الكره المغربيه. كيفاش تشوف المباراه خصوصا بانه لقاء الذهاب بجوج لواحد؟ لقاء كيبقى صعب لانه لقاء الاهلي المصري كنعرفوا واحد من الفرق اللي فاز ب 10 ديال الالقاب، ولكن الوداد اعتقد بالحماس بالجمهور اللي كاين 90 دقيقه ان شاء الله باش نحسموا المباراه. هو النتيجه ديال الذهاب نتيجه ملغومه ونتيجه صعبه جدا. اللقاء غادي يكون صعيب بزاف، وغادي تلعب على جزئيات صغيره، ولكن ان شاء الله الوداد غادا تنتصر وغتاخذ الكاس في ظل التوهج ديال الكره المغربيه برئاسه فوزي القجع. بالفعل التوهج ديال الكره المغربيه وهذا اللي بغيناه، لان خصوصا بعد الوصول للدور النصف النهائي بالنسبه للكره المغربيه الفوز بالالقاب على مستوى القاري خصوصا الموسم الماضي. النهضه البركاني فاز بكاس الكونفدراليه والوداد اللي فاز دوري ابطال. كيفاش كتشوف المباراه؟ كيفاش كتشوف الحماس الان كنعيشوه بالمركب الرياضي محمد الخامس؟ السلام عليكم، شكرا بعد على قبل التنظيم. المسائي راه كلها غدا مزيان بالنسبه للشرطه، لا بالنسبه للتنظيم ديال الناس ديال الدار البيضاء. ان شاء الله غتكون مربوحه ان شاء الله، هي ماشي سهله ولكن ان شاء الله غيكون الرباح باذن الله. الكاس جا عندنا غادي يبقى عندنا وغنزيدو نجمه الرابعه ان شاء الله. شو تخمين النتيجه؟ ونتمنوا مع الله تكون 1-0 النتيجه. ما نكونوش اوبتيميست بزاف، 1-0 ان شاء الله ربح الوداد هو كافي، 1-0 كافي اكيد للوصول للقب الرابع بالنسبه لفريق الوداد وبالنسبه للكره المغربيه. نتمنى كل التوفيق لفريق الوداد. عوده اليك زميله سهام اللي غتكون عندنا التغطيه ان شاء الله من هنا من المركب الرياضي محمد الخامس بالنسبه للجمهور الودادي والجمهور المغربي عامه. اليك الخط.